انا بحب غني، بحب الموسيقى كثير، بحب غني، بس هذا لا يعني انه انا اقدم اي شيء في سبيل انه انا غني. انا بدي غني بس بغني الشيء اللي بدي واللي بحبه واللي بيشبهني. كان الثلج غطي الثلج كل قلوب. عملت اكثر من تجربه على اعياد الميلاد. السنه الماضيه كانت تجربه برمضان نزلتها. لسه عندي طموح ولسه بحب، بس مزبوط هي خطوات بطيئه جدا، مترويه جدا، لانه كيف اقدم حالي؟ انا بغني بس انا ماني مغنيه. اللهم اسمع اقوالي. انا ممثله ومغنيه وراقصه، وبيقولوا لها بيرفورمر. اما نفان aux yeux de lumière qui voit passer. انا كتبت كلمات اغنيه لانها بتعبر عني. يمكن هذا المشروع اللي انا بحبه، يمكن هذا المشروع اللي انا بحلم فيه بالفن. يمكن بحب اني اكتب كلام وشارك بلكي بالتلحين. عالمايا عالمايا عالعين يا ملاي. اكيد ايه، بس اكيد مو هلا، بعد بحس انه لسه بدي المزيد من الخبره وتطوير كل الادوات الاخراجيه اللي بتلزم. للعين موجوده اكيد، يعني انا بعرف انه في عين وفي رؤيه وفي خيال وفي خبره، بس لسه بناقصها شوي كمان. انتوا عم تسمعوا مثل ما عم اسمع؟ لا انت مو معقول. صح، جوابي الاول كان رح يكون اكيد سينما. يعني بحزنني شوي هذا السؤال على فكرة. هي توقعاتك، يعني توقعاتك من انه يتقدم لك شيء اصعب من اللي عملتيه. ما بدي ضلني راوح بالمكان، بالاخير ما حدا بيتمنى يضل عم يراوح بمكانه وعم بحكي على شخصيات بقدمها.